في حمص كل شيء يتعرض للدمار، في حمص كل شيء يحترق، في حمص كل شيء مهدد بالقصف من هذا النظام المجرم، كان بالدبابات والراجمات والرشاشات، كل شيء يتعرض للدمار والحرق، واما النهب، النهب المنازل والمكاتب والمحلات التجارية من قبل شبيحة النظام. هذا وحاله هذا السوق الأثري القديم، سوق المسروف في مدينة حمص.